لنا الطيور باش نستقروا من المخيم صعيبه الحياه ديالو. كاين شي واحد فاطمه رأيت خارجي عمري 11 عام وهاد الحياة صعيبة شوية بزاف هنا والديور تردم كلشي تردم لينا والحوايج مكاينينش المساعدات إلا كيرجعو في الجبل كنمشيو للشانطي كيعطيو لينا الحليب ومهم وليكوش الخويا المهم كيعطينا شوية كنجيبو للدار وكنكولو المهم وسلكين مع الوقيتة وبغينا البطارات وكلشي باش يكون هنا وشي الألعاب باش نتلعاو ويرجعو لينا الطيور باش ترجع الحياة فحال الأول. أنا صافي هادشي طال ليا فراسي صعيبة الحياة فحال هكا بغينا الطيور باش نستقروا من هاد المخيم صعيبة الحياة ديالو. أنا كنحس براسي بحال شي برانية صعيبة الحياة هكا لا التلفازة ولا التليفون لا كلشي بغينا الحمام كلشي بغينا ندوشو وطلي طواليت بغينا المنحاض المهم بغينا المنحاض يكون لينا والحوايج بغيناهم والماء نتردمو كلشي تردم نهار الزلزال الله كان كتب شي تمارين كاع مازال ما نعس انا صحاب ليا نهار هذاك الجمعه واش الاخر عند الله يوم القيامه الراجل اللي عتقنا بعدا كان في الباب ما بغاش يتح لينا وجا واحد الراجل اللي عتقنا ما خرجنا حتى كمل الزنزان كنقول للناس يرجعوا لطريقهم ويصليو وينساو الكره المهم والفساد وكلشي هذاك الشيء باش يصليو ويشدوا طريق الله هاد الزنزان داروا الله على تجرب داروا امتحان باش يرجع كلشي لطريقه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.